بادي ومحمد ليلى، فوق منهم اثنين لعيبه اسلام محارب، احمد حمدي واحمد ياسر ريان. خطيره جدا للاهلي، ممكن هدف اول يا ولد وليد سليمان، يا ولد هدف اول جميل، هدف اول جميل ممتاز وليد سليمان. ادي وليد سليمان نجم من النجوم الكبار، شوف الانطلاقه، شوف الخطا الكبير هنا في التمركز ما بين المدافعين وما بين حارس المرمى، خطا كبير ما بين اسلام طارق ولؤي وائل. شوف هنا التمركز، الكره طبت، وليد سليمان يا ولد مفيش اوفسايد، كره جميله جميله. وادي وليد سليمان يا ولد لعيب خبره كبيره جدا، واحد من اللعيبه الكبار في النادي الاهلي كقيمه واخلاق وكفن، لما اشوف المهاره والخبره الجميله. وهنا يضرب الحارس ويضرب الاثنين السنتر باك، خطا كبير جدا من اللاعب محمد نجيب وحارس المرمى الحارس اسلام طارق. ادي وليد سليمان يسجل هدف مبكر جدا للنادي. الامور وتتطاول الامور وتتعدى الامور، وبعد كده خلي بالك لعيب الكره ذكي يعرف ان عنده مشوار تاني بعد الاعتزال. خطيره تانية يا ولد، خطيره تانية، هدف عالمي، هدف عالمي جميل 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 يا ولد. لعيب ياسر ابراهيم يسجل هدف جميل، اي ارتقاء واي تكتيكس واي ربط جميل. انما شوف 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 الكرس، شوف شوف الكره وشوف الركنيه الجميله، وشوف ياسر، المراقبين هنا مش موجودين، المتابعين مش موجودين، شخصيه جراءه جميله يا ولد. يسجل هدف تاني جميل جميل، واضح ان جونا عنده مشاكل هنا في عمليه التمركز، عنده مشاكل في الكرات عن طريق لاعب نص ملعب اليو ديانج. اليو ديانج يمشي على طول، الكره تاني اهلاويه في الجبل اليسرى، محاوله معلول، معلول العرضيه لكن يطلع الدفاع، يضغط تاني والحكم يدي اعتقد هنا يدي ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. شوف هنا هل في تهور، ادي مروان محسن ويدي ركله جزاء حكم المباراه لصالح الاهلي. اذا ركله جزاء لصالح النادي الاهلي يديها الحكم، لما اشوف مروان محسن وادي ركله جزاء هيروح لها مجدي قفشه. ادي مجدي قفشه، شوف هنا على طول مروان محسن ومجدي قفشه هو اللي هيلعب ركله الجزاء لصالح الاهلي. شوف مروان محسن، ادي مروان محسن دخل ولكن في عرقله من اللاعب محمود الجزار يتسبب في ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. ركله جزاء على طول على التنفيذ، مجدي قفشه، ادي قفشه وادي ايمن اشرف، ادي ايمن اشرف، مجموعه اللعيبه اللي بتشارك في الافطايم الثاني. يخرج ياسر ابراهيم بقى كمان شكله الاصابه، تبديلات مفتوحه في المباراه الوديه، الكل يحاول يجرب. الاهلي في طريقه لهدف ثالث على المستوى النفسي، مهم جدا في الانطلاقه. ركله جزاء على طول تاني، مجدي قفشه، مجدي قفشه وركله جزاء، مجدي قفشه وركله جزاء، والهدف الثالث يا ولد ممتاز، الهدف الثالث في مرمى الحارس، يعني هدف ثالث. اذا هدف ثالث الان يسجل في مرمى فريق نادي الجونه، ثلاثه للاهلي في الست دقائق الاولى. شوف المحاوله لكن هدف جميل جميل، قفشه يحطها حلو قوي على يمين حارس المرمى. يتقدم الاهلي بثالث اهداف، اربعه في المباراه الماضيه والثلاثة لحد الدقيقة 51 والدقيقة 6 تقريبا وتحديدا في شوط المباراة الثاني. وده التاريخ الكبير جدا اللي عمله الاهلي في السنوات الكبيرة جدا لأكثر من 100 سنة. تمشي على طول الكرة تاني عكسية، عرضية خطيرة ممتازة لكن يطلع تاني وحكم المباراة موجود. شوف المساعد يدي هنا على طول، أعتقد ركلة جزاء للجونة. شوف هنا ركلة جزاء للأهلي عن طريق مجدي قفشة وركلة جزاء للجونة. فريق اللي الحقيقة النهاردة النادي الأهلي استفاد استفادة ممتازة من الوديه بتاعته في هذا المساء من وجهه نظر. ادي احمد مجدي وادي الكوره على طول العاليه، وادي هنا احتسب ركله جزاء على النادي الاهلي. شوف الكوره هنا، الايد هنا في خطا كبير جدا، خطا كبير جدا. وادي الايد هنا، وادي الهاند بول، وادي الركله الحره او ركله جزاء لصالح فريق نادي الجونه. ركله الجزاء للجونه، الجونه يبحث عن هدفه الاولاني. الجونه، الجونه بمجدي والجونه والهدف الاول ممتازه. يسجل نادي الجونه اول اهداف في المباراه، يسجل الجونه اول اهداف في المباراه عن طريق اللاعب احمد مجدي. اذا اثنين ركله جزاء في الماتش، واحده للاهلي عن طريق مجدي قفشه وهو واحد من البدلاء، وايضا احمد مجدي بديل في الهاف تايم الثاني، يسجل فريق نادي الجونه هدف تدليل الفرق. عمرو بركات ومجموعه الرفاق بتاع الشوط الثاني، نشوف الشناوي عمل عليها تراي وعمل عليها الدايفنج لكن راحت منه. شوف ما شاء الله يعني طول وقامه، عمل عليها او هنا البديل علي لطفي، محاوله هنا على طول تاني لكن او عمر رضوان هنا. شوف الحراس، شوف الانطلاقه، شوف ركله اضافه لمحمود الجزار وجوزيف جوناثان وعمر رضوان وعمرو بركات وحسين عبد النعيم، والهدف والهدف تاني، الهدف الهدف يسجل الان، الهدف الثاني يسجل الان. اذا يقرب فريق الجونه 3-2 3-2 بشوف الكوره اتلعبت بسرعه هنا، وخطا ايضا في التمركز، اوه في نفسه، خطا في نفسه. احمد فتحي يسجل هدف في مرماه
في مرمى الحارس علي لطفي. إذن الهدف الثاني في مرمى علي لطفي. شوفوا الكرة هدف الأهلي ما شاء الله على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الإنشاءات ماشي 100 100. على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية ماشي في الشمال واليمين وأسوان ومش سايب ما شاء الله، تمشي على طول الكرة تانية، دي اللمسة خطيرة جدا. يلا يلا يا بادشي، محاولة هوبا للرابع يا ولد، جميلة جميلة جميلة. الهدف الرابع، يسجل الأهلي الهدف الرابع عن تاني أهدافه الشخصية اللاعب مجدي أفشة. إذا الأهلي 4 والجونة 2، الأهلي 4 والجونة 2. شوف اللمسة أحمد فتحي جميلة، محطوطة الكرة حلوة، الباص الباص المهارة. لما شوف لعيبة نادي الجونة بعيب عليهم في عملية الضغط وعملية البريس بصراحة، شوف المهارة شوف اللمسة، لازم تبين الأهلي إزاي جاب الهدف. سجل الهدف جميلة من الشيخ، حلوة محطوطة على طول الكرة تاني، اللمسة عن طريق بادجش ومبطن القدم الجميلة ما قل ودل عن طريق اللاعب. مصرية العالم ومصر كلها 100 مليون يفرح ويتشرف بيها. تمشي على طول الكرة بواجه قدم جميل، بادجي ممتازة، بادجي كرة الخامس اهو، الخامس اهو يا ولد يا ولد، يسجل خامس، يسجل الخامس هدف جميل جميل جميل. اذا الاهلي يختم خلاص الحدوتة، الاهلي يختم الحدوتة، يبارك بالحدوتة ويسجل هدف ممتاز ممتاز ممتاز. اذا الاهلي يتقدم بهدف روعة روعة روعة، يعدل من اوتاره ويسجل من اوتاره ويسجل هدف جميل يقنع ويبدع بيه على فكرة في هذا المساء. كرة جميلة حلوة حلوة حلوة، يسجل هدف جميل، يبدع ويقنع ويسجل هدف متعة متعة متعة. إذن الأهداف تتوالى والهدف يتقدم والأهلي يسجل، والأهلي الخامس، 7 أهداف في المباراة يسجل الأهلي هدفه الخامس. الجونة سجل هدف